طيب خلينا نروح لرئيس الاتحاد المصري لكرة السلة دكتور مجدي أبو فريخ. الحقيقة دكتور مجدي رئيس الاتحاد، ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بيك، ازيك يا إسلام؟ أخبار حضرتك؟ أولا حضرتك وحشني، بقالنا سنين ربنا طويلة جدا يخليك. ما تقابلناش، أخبار أي حضرتك والله إيه؟ الحمد لله تمام، كله تمام؟ والله الحمد لله. الحمد لله. أعتقد ما حدث اليوم من نادي الأهلي أعتقد هو إرساء للاحترام والأدب والأخلاق ما بين الأندية. ده أساسي، يعني سمعت المقدمة الجميلة اللي حضرتك قلتها، فعلا تعليم أجيال وفعلا مبادئ وقيم وإحساس إن المباراة كانت برضه بتاعت الاتحاد وحصل كده لجماهيرهم، فلا نديهم حقهم، لا فسرها زي ما تفسرها، بس هي حاجة جميلة طبعا وموقف جميل من النادي الأهلي نعم وأعضاء مجلس إدارته. وفعلا عايز أرجع بس اليوم الحادثة، اتفضل يا فندم. المباراة والحادثة اللي حصلت، الجماهير اللي بتتعلم دلوقتي من القرار هي أصلا كانت متفاعلة زيها زي مجلس إدارة، مجاريو ونطوا وشالوا الناس صحيح، وعملوا منظر كان جميل جدا، وراحوا المستشفى وكتبوا على صفحات السوشيال ميديا كلها جماهير الأهلي بتدعي جماهير الاتحاد اللي يجوا يبيتوا عندنا في بيوتنا، كانت حالة جميلة جدا. بالإضافة لمجلس الإدارة نفسه، نعم كان كابتن خطيب كان مسافر، كان موجود العم بيه فاروق والدكتور محمد شوقي، وهم واقفين في المستشفى وبيجروا على الناس المصابين، وهم بيجروا يركبوا عربيتهم عشان يسبقوا اسلام لما اتنقل من المستشفى دي هيروح مستشفى تاني عشان يستقبلوه في المستشفى التاني، نعم تشوفهم وهو بيجري يركب عربيته عشان يسبق الاسعاف عشان يبقى هو في استقباله في الطوارئ هناك. منظر يعني فعلا يخليك، هي دي الرياضه وهي دي المفروض ما بين الناس وما بين الانديه، ما حدش قال لا ماتش ولا حد قال مين يكسب ولا حد قال ولحد ما طمنوا على كل الناس هم معانا لحد الصبح. الحقيقه كانت حاله فعلا جميله جدا يا كابتن اسلام، والله يعني مهما الواحد يوصفها غير ما تبقى عايشها، يعني من كيف مجلس يمكن الاداره كمان. الاستفادة دكتور من هذا الأمر؟ يعني لأنه الحقيقة على فكرة يعني الحمد لله الواحد لعب وعارف المناوشات اللي بتحصل طبيعية، الهزار، يعني مش الهزار اللي هو ان انا اقعد اشجع فريقي والجمهور الاخر يشجع فريقه والحاجات دي، وان احنا نقعد نهزر على بعض شوية والكلام ده كله حلو جدا، ولكن من المصائب، وخلينا انا اسف ان انا اقول هذه الكلمة، ولكن من المصائب ان يظهر او بتظهر الاخلاق والمبادئ من حاجه زي دي، من مصيبه كبيره زي دي، المعادن بتظهر وبتبان يا دكتور. طبعا دي اساس يا كابتن اسلام، انت عارف حضرتك انا بحكي موقف معين عشان اوصله للناس، نعم يا جماعه الرياضه دي بتتلعب عشان مين يكسب مين يخسر، دي في الاخر، لكن دي ناس وارواح ودنيا وكده، وازاي الناس بتقف مع بعض ساعه الشده، يعني مظبوط. اللي كان بيشم امبارح على السوشيال ميديا النهارده بيجري يشيل ويعيط بالدموع، صحيح، واخد بالك، على حد منافس ليه، يعني مش هقول جماهير الاتحاد الباقيه، لا ده انا بقول جماهير الاهلي اللي نطت من المدرج عشان تجري تشيل وعشان تجري تعمل وجريت على المستشفى وفتحت بيوتها، دي كلها رسائل لازم احنا نوصلها صح للناس عشان صحيح. دي الحاله اللي هي الجميله اللي حصلت حاجه وحشه. طبعا يعني كل الشكر والتقدير للنادي الاهلي ومجلس ادارته وجماهيره، نعم، والحقيقه تم استقبال الخبر من اتحاد السله بطريقه جميله، ولما بلغت الاتحاد السكندري برضه محمد مصطلحي يعني فرح جدا، وبدانا نرتب ازاي ان شاء الله نعمل شكل احتفاليه تليق بالحدث انا لسه نفسه. كنت هبلغ حضرتك انه لازم يبقى في احتفاليه برضه لنادي الاتحاد في هذا الامر، طبعا لانهم يستحقوا وجمهور نادي الاتحاد يستحق الحقيقه. طبعا هتبقى فيه احتفاليه وهنروح بالكاس، وهيبقى فيه احتفاليه في ملعب نادي الاتحاد بلاعيبته بجماهيره بناسه بالمصابين بكل حاجه ان شاء الله، ربنا يشفي اسلام كمان ويبقى موجود يا رب باذن الله ويتم تكريمه، لان طبعا يعني حاله هي الحاله الوحيده اللي فضلت ان شاء الله، يقوم بمليون سلامه يا رب باذن الله، يعني فان شاء الله يبقى في حاجه كويسه باذن الله نعلن عنها برضه بعد ترتيبها مع الاستاذ محمد مصطلح رئيس نادي الاتحاد ان شاء الله. طب ما تقول لنا دي حاجه كويسه يبقى لازم تتقال يا دكتور.
ما هو حاجه كويسه، احنا هنرتب حاجه لسه ما رتبناهاش. هنرتب حاجه يعني، اوكي. لكن لسه الميعاد ما اتحددش، لسه كنت بتكلم معاه النهارده الحقيقه. نعم. هنرتب ميعاد وهنرتب احتفاليه تليق بالحدث يعني ان شاء الله. طبعا طبعا. ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك جدا يا دكتور. وادعي قناه النادي الاهلي تبقى موجوده في يا فندم، احنا اول ناس نبقى موجودين، ده شرف لينا. طبعا ان شاء الله باذن الله تعالى، ويبقى احتفاليه كويسه جميله ان شاء الله. شرف لينا يا فندم، شكرا جزيلا يا دكتور على وجودك معانا، وبشكرك على هذا الكلام الرائع. دكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكره السله، زي ما قلت لحضراتكم في مثل هذه الامور او من المصايب بتظهر هذه المعادن. شكرا مره ثانيه، شكرا يا كابتن خطيب، شكرا يا استاذ عمري، شكرا يا استاذ خالد، شكرا يا دكتور محمد، شكرا يا استاذ طارق انديل، شكرا يا دكتور محمد سراج، شكرا يا دكتور مهند، شكرا يا استاذه مي، شكرا لاستاذ محمد الغزاوي، لكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي كلكم، انا بشكركم جدا جدا واحد واحد على هذا القرار التاريخي اللي اندل. والاستاذ محمد الضماطي وكابتن حسام غالي والاستاذ محمد الجرحي، كل الناس بشكركم مره ثانيه، لانه هذا القرار بيدل على أن هذا النادي سيظل دائما بجمهوره ومجلس إدارته ولاعبيه في مختلف الألعاب، النادي الأهلي سيظل دائما كبير بمبادئه، بتاريخه، بالتطوير اللي بيحصل فيه في كل مكان وفي كل مقر. وبالفعل النادي الأهلي يظل دائما أجيال بتسلم بعض.